وانا اعتقد كل الفرق هتكون مهتمه بالبطوله، لان البطوله خلاص اصبحت بطوله مصنفه عالميا على مستوى الفيفا، بطوله حتضيف لك كريدت. يعني انت لو بتطمح انك تجي فيها في المركز اول ثاني ثالث بتضيف لك، بتزيدك في التصنيف. نعم. فعشان كده بتلقى كل الفرق ان شاء يعني كل الفرق كل الدول مهتميه بها. تصريح فيلود انا صراحه معجب به جدا، يعني هقول لك حاجه، الحمد لله انه ما ظهرنا انه احنا قليلين، اقل من الناس، دي بالمناسبه تحمد له جدا. الكوره فيها حرب بالمناسبه، تصريحات وحرب نفسيات وحرب يعني زي ما بقولوا اخبار، وبالمناسبه دي ذاتها المدربين بيكون عندهم اداره في الحوار وفي في زي ما بقولوا في اللقاءات الصحفيه. نعم. فانا اعتقد كلام فيلود حتى ولو احنا مقتنعين مثلا او عندنا شويه تخوف من المنتخب انه هو ما في مستوى عالي، ما في وضع ممكن ياهله، لكن دي بتبعث الثقه في لعيبته، بتدي بالمناسبه ترابط بينه وبين لعيبته، الحاجه دي ممكن تدخله المباراه وهم بمستوى ذهني عالي. كابتن بابكر او استاذ بابكر قال لي كلمه يعني بجد هي خطيره في مشكلتنا الدفاعيه، وليه قال انا بعديها لحاجات كثيره يا استاذ بابكر. واحد يعني يمكن الاداء اللياقي عندنا، معدل اللياقه عندنا دائما ما بيكون بالمعدل الكافي انه الناس تستوعبه كلعيبه. اثنين انا دائما اللاعب السوداني عنده مشكله بتاعت شرود ذهني، اللياقه الذهنيه بتاعته ما بتكون عاليه شديد. انا كابتن هيثم شخصيا خايف من الدقائق الاولى، 15 دقيقه الاولى و15 دقيقه الاخيره. بالضبط كده، هي دي دقائق الشرود الذهني اللي بتحصل لنا. يعني لو رجعنا لمباراه غينيا بيساوي اللي كانت في الخرطوم. ايوه صح، اللي تغلبنا فيها 4-2. صحيح. صحيح. الهدفين اللي جم في اول 10 دقائق كان السبب يعني الانهيار المنتخب. وانهيار ذهني هو. نعم. هو انهيار ذهني بعيدا عن اللياقه، يعني ليه؟ لانه احنا ما عندنا ثقافه المعد البدني مع النفسي. ما عندنا ثقافة الاسترجاع بتاعة الطاقم الفني. فعشان كده يعني احنا نأمل انه يعني مستر فيلو طالما بدأ يصرح تصريحات زي دي، بدأ يقول كلام زي دي، نتمنى ان هم برضو بدأوا يتعاملوا مع اللعيبة على مستويات يعني ابعد من الفكرة التكتيكي والفني، لمستوى نفسي لمستوى فكري بالمناسبة.